صوت واضح. اه صوت هينج. ايه في صوت حلو. تمام يا فندم، تمام. أنا جاهز إن شاء الله لما حضرتك تحب نبدأ بإذن الله. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل حضرتك ابدا. نبدأ دلوقتي؟ طيب تمام. اه خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا بداية سعيد والله جدا إن أنا موجود مع حضراتكم، يمكن دي مش أول مرة. وكل الشكر لمعالي العميد أخويا العزيز دكتور علي على الإنفيتيشن، ودكتورة ابتهال ودكتورة سلوان على التنظيم والدعوة وكل حاجة. وإن شاء الله يا رب يعني نعمل حاجة كده كويسة، ونقدر خلال الفترة البسيطة اللي هنقعدها مع بعض دي إن إحنا إن شاء الله نستفيد سوا بإذن الله. طيب إحنا هنتكلم المفروض على الساينتفك رايتنج أو الكتابة العلمية. الحقيقة الكتابة العلمية دي جدا 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 جدا. خليني أقول لكم كده الأول حاجة، يعني إيه أنا بعتبرها الفكرة الأساسية في البحث العلمي. دايما بيقولوا إن ممارسة الطب والعمل الطبي بيبقى على 3 مستويات بدون التقليل من كل مستوى منهم. المستوى الأول هو مستوى البراكتس أو الممارسة، ده الدكتور اللي قاعد في عيادته أو قاعد في المستشفى بيعالج المريض، ده بيعمل حاجة عظيمة جدا. لكن يمكن أعلى منه شوية أستاذ الطب اللي بيدرس للأطباء اللي بيمارسوا بعد كده، وده المستوى الثاني. لكن دايما بقول إن المستوى الأعلى خالص بقى هو الناس اللي بتصنع العلم نفسه، وهو ده قيمة الريسيرش. البحث العلمي أنت بتصنع المعرفة. مين اللي قال إن الدواء اللي أنا بعالج بيه المريض بتاعي ده هو أحسن دواء؟ مين اللي قال ان المريض ده الافضل له ان انا اعمل عمليه جراحيه بدل تدخل طبي؟ اللي قال كده وخلانا نوصل للحقيقه دي هو البحث العلمي، ودي اهميه البحث العلمي. يعني ما تتخيلوش قد ايه بتبقى يعني حاجه عظيمه جدا جدا لما حد فينا يعمل بحث، والبحث ده يبقى له صدى كبير ويبقى له تاثير كبير، ويحس ان هو الحمد لله. اثر في حياه يعني آلاف ويمكن ملايين المرضى. الحاجات دي مش هتدركوا قيمتها إلا لما تمارسوا البحث العلمي فعلا. طيب خلونا نبدأ كده مع بعض من البداية خالص. يمكن أكثر سؤالين بنتسألهم فيما يتعلق بالبحث العلمي هم السؤالين دول: إزاي أكتب بيبر؟ إزاي أعمل بيبر يطلع شكلها كويس؟ والسؤال الثاني: إزاي أنشر يا دكتور؟ أنا كتبت، إزاي أنشر؟ اللي هنتكلم عنه النهارده هو إجابة السؤال الأولاني، إزاي أكتب ساينتفك بيبر؟ الحقيقة القصة يعني رحلة طويلة عمرها أبدا ما يعني ما يعني هنكتفي أبدا بالمحاضرة بتاعت النهارده ولا بالمحاضرات المشابهة، لأن دي يعني سكة كبيرة. والحقيقة دايما أنا بقول إن السكة بتاعت الكتابة بتبدأ بالقراءة. مفيش حد بيكتب حتى الكتابة العادية إلا ما بيكون بيقرأ كتير وبيقرأ كويس. ودايما الناس اللي أسلوبها اللغوي حتى في الكتابة العادية خالص اللي أسلوبها اللغوي كويس هم الناس اللي بتقرأ كتير والناس المطلعة دايما. فعمرك ما هتبقى كويس في الكتابة من غير ما تقرأ، وخصوصا الكتابة العلمية، لأن أنت هنا بتحاكي اللي أنت قريته، وكل ما بتقرأ أكتر كل ما تاخد أفكار أكتر بعيدا خالص عن المعرفة المجردة في الموضوع نفسه، لكن كيفية الكتابة وكيفية تناول الأفكار وكيفية يعني تجزئة البحث لقطع، وإزاي يبقى فيه فكرة مترابطة زي ما هنتكلم عليها بعد شوية، ده مش هنعرفه كويس إلا لما نقرأ كتير. بعد كده محتاجين نحضر حاجات كتير زي المحاضرة دي وغيرها، نحضر كورسات، نحضر وركشوبس، وخصوصا في حاجات في الريسيرش بتتعمل هاندز اون بتبقى ممتازة جدا وليها يعني قيمة كبيرة. وأخيرا لازم نقرأ ونطلع على حاجات متخصصة في الريسيرش. في عندنا كتب كتيرة جدا موجودة في الريسيرش، في مواقع اونلاين، في كورسات موجودة اونلاين، يعني أشهرها مثلا الكورس بتاع الـ NIH ده متاح مجاني، أنصحكم تاخدوه، يعني حاجة عظيمة جدا بتاع الناشونال انستيتيوت اوف هيلث. يعني برضو تاني دي رحلة طويلة
قد تكون المحاضرة بتاعت النهاردة دي بداية، زي ما كانت أنا شخصيا بدايتي مع البحث العلمي في محاضرة حضرتها وعجبني الكلام جدا وخرجت منبهر قد إيه في حاجة عظيمة قوي اسمها ريسيرش، ودي يعني بتغير العلم فعلا، أنا مش بس متلقي، لا أنا صانع. فيعني قد تكون دي البداية. برضو لازم نبقى عارفين إن الموضوع مش سهل، بنكتب وبنبعت وبنبقى ريجكتد مره وبناخد اكسبتنس مره ونتقبل بعدها وبعدين نترفض، وفي قمه ما انت متخيل ان انت بقى خلاص ملكت التولز بتاعتك ومعاك بحث قوي جدا، بتلاقي ريجكشن وبتلاقي رفض الابحاث ليك تتبعت لمجلات. فالحقيقه يعني جزء مهم من الموضوع برضو ان احنا لا نيأس ابدا، وان احنا نبقى عارفين ان ده يعني مجال شاق ومحتاج مننا مثابرة ومحتاج بيرزيستنس وعدم يأس. هنبدأ بالكلام على writing a scientific manuscript، كتابة مقالة علمية. بس قبل ما نتكلم على كتابة المقالة العلمية، في حاجات الأول لازم نبقى عارفينها قبل ما نبدأ. إيه الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها قبل ما نبدأ؟ صدقوني يعني أكتر حاجة مهمة جدا في البحث العلمي وفي المقالة وفي المانوسكريبت مش الكتابة قد ما هي الفكرة. البرزنتيشن ده جزء مهم جدا، بس لازم الفكرة والسؤال البحثي نفسه يبقى قوي. ولازم قبل ما تبدأ تنفست وقت ومجهود في بيبر وتكتبها وتبعتها، لازم أنت نفسك تنقدها ولازم تسأل نفسك أسئلة مهمة جدا. البحث ده لما يروح لجورنال، طب الجورنال ده هل هيبقى سعيد بهذا البحث؟ هل البحث ده الجورنال هيقبله بسهولة؟ طب ده بناء على ايه؟ الجورنال اديتور او محرر المجلة عايز بحث قوي، عايز بحث موضوعه جديد، عايز بحث مكتوب كويس، عايز بحث لما ينزل في المجلة بتاعته الناس تقراه وتقول ايه البحث القوي جدا اللي في المجلة القوية دي، وبعد كده تعمل له سيتيشنز او تاخده كريفرنس في ابحاث اخرى. فهل بحثك ينطبق عليه ده ولا لا؟ الحاجة التانية لازم تبقى عارف كويس قوي ان اللي انت بتكتبه دلوقتي هيروح للمجلة، المجلة دي مش هتقبله از اتز خالص، دي هتبعته لإكسبرتيز، هتبعته لمتخصصين وخبراء في المجال بتاعك، ومش بس في المجال بتاعك، لا في الموضوع الدقيق للبحث بتاعك، وإن الإكسبرتيز دول عندهم يعني من الخبرات اللي متعلقة بالموضوع واللي متعلقة بالتكنيكاليتي ما يكفيهم إن هم يحكمهم كويس أوي أوي على الموضوع. فيعني توقع هارش كريتيك للبحث بتاعك، وعلشان كده خليك دقيق جدا. لازم برضو تفكر البحث اللي انا هبعته ده الناس في الفيلد، البيرز بتوعي، زملائي في المجال وفي التخصص بتاعي هيستقبلوه ازاي؟ هل دي حاجة فعلا هتفرق معاهم؟ هل دي حاجة هتأثر في قراراتهم في العلاج مع المريض؟ هل دي حاجة هتخليهم يفكروا ان هم يبنوا على البحث اللي انا بقدمه ده ويعملوا ابحاث اخرى مبنية عليه او مستقاه من الفكرة بتاعته ولا لا؟ في النهاية خالص be your harshest critic، خليك أكتر واحد ينقد نفسه، بيدي لا بيد عمرو، اقرأ البحث بتاعك كويس أوي أوي أوي، انقده كويس، توقع الضرب هيجيلك منين، توقع نقاط القوة والضعف علشان إيه؟ علشان تستغلها ازاي؟ زي ما هنشوف بعد شويه لما نيجي نتكلم على كتابه جزء اهم جدا من البحث وهو الدسكشن. جزء مهم من كتابه الدسكشن ان احنا بنتكلم على الليميتيشنز والويكنس ونقاط الضعف والقوه في البحث بتاعي انا اللي بذكرها. طيب قبل برضو ما نبدا نتكلم، احنا بعد شويه هنتكلم على كل جزء من اجزاء المانوسكريبت لوحده ونتكلم على القواعد بتاعة الكتابة بتاعته، وهدي لحضراتكم أمثلة عملية على كل حاجة. لكن قبل ما نتكلم على ده، في نقطة تانية مهمة قوي. من أكتر الحاجات اللي بتبقى مسار انتقاد لينا كريفيورز أو لأي حد بيقرأ البحث بتاعك، إن البحث يبقى مفتقد الهوية، مفتقد الفكرة الأساسية اللي أنت قاعد بتجري حواليها.
وساعات كتير تحس ان البحث مش متبني وجهة نظر معينة، والدنيا تايهة كده، وانت مش عارف ده عايز يعمل ايه ويكتب ايه. ولذلك مهم قوي ان انت تبقى عارف ان في 3 اجزاء اساسية انت بتلف وتجري وتلعب وتروح وتيجي وترجع لهم من اول وجديد في كل الاجزاء بتاعت المانوسكريبت. ايه هما ال3 اجزاء دول؟ اول جزء هو ريسيرش كويتشن، او السؤال البحثي. السؤال البحثي انا هديكم مثال برضو لدي. السؤال البحثي هو الفكره اللي انا عايز اوصل لها. انا عايز اعمل بحث ده ليه؟ ايه المشكله هنا؟ الفكره البحثيه، طب الدواء الاولاني الف احسن ولا الدواء ب؟ هو ده السؤال البحثي. طيب الحاجه الثانيه، انت ترجمت السؤال البحثي ازاي ده على ارض الواقع عشان تعمله؟ ايه الخطه والبلان اللي انت حطيتها علشان تجاوب على هذا السؤال البحثي؟ الايمز بتاعتك كانت ايه؟ الحاجه الثالثه، ايه هي النتيجه اللي انت خرجت بيها؟ ولازم هذه النتيجه تكون اجابه على السؤال البحثي الاولاني. الاجزاء بتاعت المانوسكريبت كلها بتلف وتدور حوالين دول. انا بفترض فرضيه، الفرضيه دي عشان اثبتها عندي خطه كده رسمتها، هعمل ايه واطلع ايه وانزل ايه واقارن ايه بايه، عشان في الاخر خالص اطلع بكونكلوجن او اجابه للسؤال البحثي الاولاني. خلوني اديكم مثال للكلام ده، ازاي تربط افكارك بالبيبر دي. البيبر دي احنا نشرناها كام سنه بسيطه كده على زيادة معدلات انتشار أو انتكاس سرطان الكبد في بعض المرضى اللي خدوا علاجات معينة لفيروس سي وهم مصابين بالسرطان. طيب تعالوا نطبق ال3 حاجات اللي قلنا عليها. أول حاجة، إيه ريسيرش كوتشن بتاعك؟ ريسيرش كوتشن بتاعنا كان هو ده. هل في علاقة إن أنا لما أدي الدواء ده بتاع فيروس سي للمرضى اللي كان عندهم سرطان كبد وتعالجهم السرطان ممكن يرجع اعلى تاني؟ هي دي الفكره البحثيه او السؤال البحثي. طب انا عشان اجاوبه فكرت ازاي؟ قلت اه، ده انا بقى هجيب مجموعتين، المجموعتين كان عندهم سرطان كبد، المجموعه الاولانيه خدت العلاج ده، المجموعه الثانيه ما خدتش العلاج ده، وبعدين اقارن فرص الانتكاس بين المجموعتين في فتره متابعه واشوف مين اللي هيحصل فيه ريكارنس اعلى. خلاص؟ طلعنا بالكونكلوجن ان فعلا الناس اللي خدت العلاج ده كان فيهم معدلات الريكرنس تقريبا ما يقرب من 4 اضعاف معدلات الريكرنس في الناس اللي ما خدوش العلاج. يبقى انا هنا عندي سؤال بحثي، السؤال ده ترجمته لبلان بحثيه، خطه بحثيه، عملت مجموعتين وقلت هقارنهم ازاي وازاي كل مجموعه تبقى البيشنت فيها اسايند، واخترت هنا ايه وبناء على ايه، وفي الاخر خالص طلعت كونكلوجن، ولازم الكونكلوجن او النتيجه بتاعتي دي تجيب عن السؤال اللي انا افترضته في البدايه. قبل ما تبدا تكتب لازم تتفق مع زمايلك. الله، اتفق مع زمايلي على ايه؟ هو اصل مرحله الكتابه دي هي المرحله اللي تلي الانتهاء من البحث او اتمام البحث. انا خلصت البحث وعملت كل حاجه وطلعت الاحصاء، يلا نكتب. طب خدوا بقى، تعالوا كده الاول قبل ما نكتب لازم نتفق. هنتفق على ايه؟ والله نتفق على كل حاجه. نتفق على النتائج، ما هو محدش يطلع يعترض على النتائج في الاخر. نتفق على هنكتب ازاي وهنوزع الكتابه عندنا ازاي. طيب وايه كمان؟ ونتفق على لما نيجي نكتب ازاي الترتيب بتاع الاسماء هيتحط، ومين الاول ومين الاخير. والكلام ده مهم جدا علشان اتجنب الخلافات ساعة النشر. خلاص مش كده وبس، لا، انا مهم قوي ابقى من الاول خالص وانا بكتب حاطط تارجت ليا، انا هعمل البحث ده هكتبه علشان ابعته في جورنال محدد. خلاص ليه؟ عشان سهل عليا من الاول ان انا ابدا اكتب على الجورنال ستايل. اصل كل جورنال يا شباب بيبقى له الستايل بتاعه. يعني ايه الستايل بتاعه؟ طريقه الكتابه، طريقه كتابه الريفرنسز، عدد الكلمات، مش عارف، واحد يقول لك الابستراكت 150 كلمه، لا الابستراكت 200 كلمه، لا انا عايز الريفرنسز ما يعدوش 50، لا انا عايز الريفرنسز ما يعدوش 100. انا ممكن اكتب وانا ما اعرفش ده، وبعدين اكتشف ان انا بره الجورنال جايد لاينز، ودي بيبقى حاجه اصلاحها صعب جدا. فمن الاول لو انا تارجتنج جورنال محدد ممكن اجيب الجورنال ستايل وابدا اكتب عليه.
الحقيقه في اكتر من طريقه للكتابه. في طريقه سريعه جدا جدا اللي هي رايتنج ان جروبس، يلا انت تكتب الانترودكشن وانا هكتب الميثودولوجي وفلان يكتب الريزلتس ومين يكتب الدسكشن، وفي الاخر خالص يلا كل واحد بعد اسبوع هات الحته اللي انت كتبتها ما هيش كبيره 300 400 كلمه ونحطهم جنب بعض ونبعت. بس مشكله ده برغم سرعته ان هو بيطلع لي البيبر في الاخر هيتروجينس مش متجانسه. ليه؟ لان كل واحد له اسلوبه في الكتابه وكل واحد له مفرداته وتعبيراته وافكاره حتى كمان. فتلاقي يعني بعد ما خلصت الانترودكشن اتنقلت لطريقه تانية في التفكير في الميثودولوجي، اكسبريشنز حتى ومصطلحات مختلفه في الدسكشن، فده بيخلي الدنيا غير مطرد. في طريقه تانية ان احنا نكتب سيكشن باي سيكشن، ودي يعني هتطلع لي في الاخر غالبا حاجه مور هوموجينس لان دماغ واحده اللي بتكتب ومتسلسله بس بطيئه طبعا، وهتاخد مننا وقت كتير قوي ويعني هتعطلنا شويه. الموضوع طبعا ما فيهوش قواعد وبيتوقف على الناس المشاركه، هل كل الناس تقدر تكتب ولا لا، هل هنقدر كلنا نكتب بطريقه واحده ولا لا، ولا عندنا واحد بس هو اللي بيكتب. يعني الموضوع بيبقى فيه يعني اختلافات وتفاوت، وهو ده اللي بيخلينا نحدد التغير. مهم قوي في الكتابة أعمل تايم سكيدول وأحط لنفسي هدف، والله أنا لازم أخلص البحث ده خلال مثلا معرفش شهر، وأول درافت يخلص خلال 3 أسابيع، وبعد كده نبعته للناس وخلال أسبوع أخد الردود بتاعتهم، ولو تمام أعمل سبميشن على أول 12. لازم ابقى انا ايه حاطط لي سكيدول، بس سكيدول يبقى معقول ويبقى رياليستيك وواقعي. خلاص. ومهم قوي كمان صاحب يعني في الكتابه ان انا احدد وقت للكتابه، يعني ما ينفعش طب ان شاء الله هكتب بقى وانا قاعد اخد نبطشيات وباخد ما اعرفش ايه وشفت هنا وشفت هنا وطالع من العياده دي على المستوصف ده، طب انا فين الوقت اللي انا هديه للكتابه؟ الكتابة العلمية دي يعني حاجة لازم تبقى نشاط كده محدد، ولازم حضرتك تحدد الوقت اللي انت هتكتب فيه. ومثلا انا هكتب كل يوم 2 ساعة الصبح بعد الفجر لو انا بصحى بدري، او ما اعرفش بعد ما ارجع مش عارف ايه، او انا خميس وجمعة هعمل لهم بلوك واقفلهم عشان اكتب واخلص اللي عندي. لازم يبقى الوقت محدد في السكيدول بتاعك. اختار المكان اللي تحبه، اكتب في المكتب، في البيت، في الكافي كورنر، اكتب في النادي. يعني دي حاجة أنا بعتبرها يعني نشاط إبداعي، فبيحتاج إن الواحد يكون زي ما بيقولوا كده مزاجه حلو وهو بيكتب. بعد ما تكتب أول درافت ما تنساش اقرأ تاني لنفسك عشان تكتشف أخطائك، واقرأ بصوت عالي، حاول تشتغل على اللغة. احنا كلنا مش المذر تانج بتاعنا هي الإنجليزي، فطبيعي خالص ان اللغه بتاعتنا مش اقوى حاجه، وبالتالي محتاجين نحسنها شويه. ابعت لحد من زمايلك، في ناس بتعمل لانجوج اديتنج بفلوس، في ناس كتير فريلانسرز وفي ببلشرز كتير بيقدموا الخدمه دي، في مواقع اونلاين زي جرامرلي وغيره. بس يعني طبعا كل ده بيعتمد على الارتفيشال انتليجنس، وساعات بتغير الكلام وتغير المواضيع، لكن هي ممكن تبقى ذات فائده في الاخطاء اللغويه البسيطه، الجمع والاس والمسافه والنقطه والفاصله والحاجات دي. مهم قوي ان انت ما تبقاش عايش في عالم منفصل وموازي. يعني ايه؟ يعني انا لازم ابقى مطلع على كل ما يخص البحث بتاعي، وده اسمه literature review. انا بقرا الكلام اللي بيتنشر عن الموضوع بتاعي. اقراه امتى؟ اقراه اصلا قبل ما اختار الموضوع عشان اعرف ان دي نقطه بحثيه ذات فائده وان الناس فعلا محتاجه تقرا فيها. وكذلك بقرا تاني لما اجي اكتب. انا خلصت البحث، هو انا سنه شغالين، فاكيد اتنشرت خلال السنه دي يعني ابحاث اخرى عن الموضوع، فمحتاج ان انا ابديت النولج بتاعتي وقبل ما انشر عشان اخد اخر ريفرنسز اتنشرت في الموضوع واحطها عندي في الديسكشن وفي الانترودكشن، علشان يبان برضو ان البحث بتاعي بحث جديد وان انا مستعين بالريفرنسز الحديثة. ده الحقيقة يعني له يعني فائدة كبيرة. خلونا نعدي. نيجي بقى لأجزاء المانوسكريبت الأساسية.
احنا كل اللي فات ده على فكرة مقدمة، وإن كان مقدمة شديدة الأهمية، لكن احنا لازم نبدأ بقى في الأجزاء اللي احنا هنكتبها بالفعل. كل ده كلام عام. هي أجزاء المانوسكريبت، أول حاجة انترودكشن، مقدمة. المقدمة لازم أخرج منها بعد ما أقراها بحاجة مهمة أوي 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 أوي، وهي إيه؟ أنت ليه جاي بتعمل البحث ده؟ أنا لازم أقنعك في المقدمة إن في فجوة معرفية أنا هاجي أسدها بإجابة السؤال البحثي بالبحث اللي أنا هعمله ده، وإلا فما قيمة البحث ده كله والفلوس اللي هصرفها والمجهود اللي أنا هبذله والمرضى اللي هشاركهم والعينات اللي هسحبها، كل ده إيه قيمته لو ما كنتش هجاوب على سؤال بالفعل إحنا في انتظار الإجابة عنه؟ فده بعرفه في المقدمة. الجزء الثاني هو الميثودز، الطريقة. أنا بقى عملت إيه؟ إزاي رسمت الخطة البحثية بتاعتي علشان أجاوب على هذا السؤال البحثي؟ وات؟ وبعدين الريزلتس، النتائج بقى. وات ديد يو فايند؟ لقيت إيه؟ بعد اللي أنت عملته ده، إيه النتائج اللي أنت طلعت بيها؟ النتائج دي نتائج جامدة. أنا لقيت فلان أحسن من فلان، لقيت الدواء إيه بيجيب استجابة 70% والدواء بي 50%، هي إيه دي النتائج بس. لكن الجزء الأخير بقى الديسكشن، إيه قيمة النتائج اللي أنت جبتها؟ إزاي أنا هستفيد منك أو من النتائج بتاعتك دي في دفع عجلة العلم؟ إزاي النتائج دي هتترجم لمعرفة؟ ازاي النتائج دي هتفيد البحث العلمي في التخصص بتاعك؟ كل ده يعني بجاوب عليه في السكشن بتاع الديسكشن. طيب السؤال ليكوا بقى عشان اتاكد بس ان انتوا صاحيين كده ومعايا، تفتكروا انا لو هبدا اكتب مانوسكريبت، خلاص انا استلمت الاحصاء من بتاع الاحصاء وبقى عندي خلصت البحث كله وعندي الاحصائيه وجداولها جات لي والتيبلز جات لي وكل حاجه، وهبدا اكتب بقى في المانوسكريبت، تفتكروا هبدا اكتب بانهي جزء من الاجزاء اللي احنا قلنا عليها سابقا دي؟ اكتبوا لي في الشات لو سمحتوا. دكتور ممكن تعيد السؤال تاني معلش؟ طيب تمام. انا استلمت الاحصاء، خلاص انا خلصت البحث وجبت الداتا وبعتها للدكتور بتاع الاحصاء، وبتاع الاحصاء الاستاتستكس بعت لي الاحصاء اللي هي الجداول، بيبعتها دايما على شكل جداول وفيجرز واشكال وحاجات كده. المفروض ان انا هبدا بقى اكتب المانوسكريبت نفسها، ابدا اكتبها من انهي جزء؟ ابدا بالانترودكشن ولا ابدا بالميثودولوجي ولا ابدا بالريزلتس ولا ابدا بالديسكشن؟ ابدا بايه؟ introduction introduction results 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 تمام introduction. طيب هو معظم الكلام ما بين الانترودكشن والريزلتس، في حد بيقول ميثودولوجي، هو عبد الرحمن. خلوني انا اقول لكم شكرا جزيلا. تمام، الحقيقه في كذا مدرسه في الموضوع، لكن انا بعتبر ان في حاجة مهمة جدا 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 لازم تبقوا عارفينها كده، وهي ايه؟ وهي ان المانوسكريبت دي كلها عبارة عن ستوري، حكاية. بس لو قالوا لك اختار لي حتة من الستوري دي كلها عشان تحكي الحكاية كلها، عارفين هناخد ايه؟ هناخد فيجر او تيبل. وعلشان كده انا اول جزء ببدأ بيه ان انا اختار الفيجرز او التيبلز. ليه؟ لان في يوم من الايام البحث بتاعي ده لما يتنشر وحد عايز يتكلم عنه في باوربوينت برزنتيشن في محاضره، هيعمل ايه؟ مش هياخد الكلام، هياخد الفيجر او التيبل. ولذلك انا لازم ابدا اعمل تيلورنج للفيجرز والتيبلز بتاعتي، وانقي منها الحاجات اللي تنفع تنوب عن البيبر كلها. ومن هنا البدايه بتبقى من الفيجرز والتيبلز، ان انا اختار واكتب كويس الفيجر والتيبل اللي هيعبر عن البيبر. طيب وبعدين انا بدات بالفيجرز والتيبلز، عندي تايتل بيج، وبعدين كتبت الميثودولوجي.
انا قعدت كده بقى قبل ما انسى، تعالوا اقول لكم بقى انا عملت ايه وجبت العيانين ازاي ووديتهم فين وعملت لهم تحاليل ايه واجهزه ايه اللي استخدمتها، وبعدين تعالوا اكمل لكم بقى الريزلتس. الله، طب ليه الريزلتس بعد الميثودولوجي؟ اصل انا الريزلتس لازم اعملها بنفس التسلسل الزمني اللي عملت بيه الشغل. يعني انا لو جيت اشتغلت على مجموعه مرضى عملت لهم تحليل الاول وبعد كده اللي طلع ايجابي خدته عملت له اشعه وبعدين ما اعرفش عملت له ايه، انا ماشي بتسلسل زمني، فلازم الريزلتس بتاعتي تمشي بنفس التسلسل الزمني والمراحل بتاعه اجراء البحث زي الميثودولوجي بالظبط. فيبقى اكتب الميثودز قبل ما اكتب باقي الريزلتس، وبعدين اجيب الفيجرز اللي انا كتبتها واخترتها دي اعمل لها ليجنز عناوين، وبعدين اكتب الانترودكشن، وبعدين اكتب الدسكشن، وبعدين في الاخر خالص 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 اعمل الابستراكت. ليه؟ اصل الابستراكت ده هو السمري، هو ده الملخص، فما ينفعش اعمل الملخص من غير ما اكون مخلص كل حاجه. وبعد كده بقى الحواشي، الاكنولجمنت، اشكر الناس واظبط الريفرنسز بتاعتي. تعالوا بقى نتكلم عن هذه الاجزاء جزء جزء. اول جزء هنتكلم عنه هي الريزلتس، النتائج. النتائج هي دي اهم حاجه في البحث، لان هي دي اللي بتبقى، هي دي اللي بتتبقى في النهايه خالص 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 بعد ما البحث يخلص، نتائجك اللي انت عملتها. جايز الانترودكشن دي ما حدش بيبص لها، الميثودولوجي ما حدش هيدقق قوي انت عملت ايه، بس نتائجك هي الاهم. طيب، هناك قواعد ثابته في كتابه الريزلتس. ايه هي هذه القواعد؟ الريزلتس دي زي ما بنقول عليها كده، دي حصه الماث، دي الكلام فيها عن الارقام، وحينما يكون الكلام عن الارقام فلازم نتوخى الحذر والدقه الشديده. الارقام لازم تبقى فيري كونسايز، فيري كلير، اكوريت، العلاقات ما بين الارقام واضحه، البي فاليوز واضحه جدا، ما ينفعش تكتب رقم وبعد كده تغيره في معرفش في حاجه تانية، الكلام ده ما فيهوش هزار زي ما بيقولوا. حلو. وبعدين مش كل الريزلتس هتعملها او هتكتبها، امال انا هختار ايه؟ انا هختار الريزلتس المهمه بس، الكي فايندنجز بتاعتي بس، هي دي المهمه وهي دي الاساسيه عندي. تمام؟ فالكي فايندنجز هي الاهم. طيب، وبعدين لازم من وسط النتائج دي اختار الاول ايه اللي انا هقدمه، وبعد كده اختار التسلسل بتاعها، والتسلسل بتاع النتائج لازم يبقى ماشي مع التسلسل الزمني بتاع الميثودز زي ما قلت. وبعدين احنا النتائج دي ممكن نعرضها بواحد من 3 اشكال، يا اما تبقى تكست كلام، يا اما تبقى فيجر، يا اما تبقى جدول تيبل. طيب، اللي يتحط تكست ما حطوش تيبل، واللي يتحط تيبل ما يتحطش فيجرز، هي حاجه واحده بس، مش زي الرسائل العلميه اللي ساعات بنعك ونلك فيها، وبعدين هو الكلام في التكست وبعدين اروح عامله نفس الكلام في جدول وبعدين اشرح الجدول وبعدين اروح اقلب الجدول فيجر. لا، مفيش الكلام ده خالص، احنا في البيبر ملتزمين بمساحه محدده وعدد من الكلمات محدد جدا، ما ينفعش نتجاوز هذا العدد، وبالتالي الكلمة تبقى بحساب، فاللي انت هتعمله حاجة ما ينفعش تعمله بحاجة تانية. وبالتالي برضو انت محتاج تفكر للحظة، طب الداتا دي الأحسن ان انا اعرضها على شكل فيجر، ولا اعرضها على شكل تيبل، ولا اعرضها على شكل كلام؟ خلاص، فده يعني من الحاجات اللي احنا لازم نحسبها. زي ما قلنا orderly sequence بالترتيب بتاع الميثودولوجي او بتاع الشغل الفعلي بتاعه. طيب، كل طبعا جدول او كل فيجر هياخد رقم، والارقام دي هتبقى تسلسليه من بدايه ذكرها في التكست بالتسلسل كده 1 2 3 4. طبعا مهم قوي ان احنا بنسمرايز الاستاتستيكال اناليسيز بتاعتنا، والكي البي فاليوز بتاعت كل حاجه لازم تتكتب، ما ينفعش تقول لي ده كان في فرق سيجنيفيكانت، طب وبعدين؟ لازم تقول لي البي فاليو كان قد ايه، الكونفيدنس انترفال، كل الحاجات اللي بتحكم العلاقات لازم تتكتب. نقطه مهمه جدا هتتكرر في كل جزء نتكلم عنه، انا بكتب بالانجليزي، طيب هستخدم انهي زمن؟
في الريزلتس بستخدم الباست تنس الماضي البسيط خلاص في الريزلتس، لان انا عملت الانفستيجيشنز او التيست بتاعي والنتيجه طلعت كذا، فده بماضي بسيط على طول. كل فيجر وتيبل لازم يبقى له ليجند. ليجند يعني عنوان، والعنوان لازم يبقى شارح كل حاجه. ليه؟ مش احنا قلنا من شويه ان ممكن الفيجر او التيبل ده يتاخد لوحده كده يتعرض في برزنتيشن؟ طب ما هو لما بيتاخد بيتاخد بالليجند بتاعه، بالعنوان بتاعه، فلازم العنوان يشرحه. وما ينفعش تستخدم لي مثلا على سبيل المثال في العنوان بتاع الفيجر اختصارات، لازم تستخدم الكلام كامل زي العنوان بتاع البحث نفسه زي ما هنشوف بعد شويه. ليه؟ اصل برضو عشان ممكن يتاخد لوحده. شايفين مثلا دي امثله على استخدام فيجر لطيف زي ما انتم شايفين كده، الوان واضحه. ده جراف عندي، المحور الهوريزونتال والفيرتيكال الاثنين مكتوب عليهم ده ايه وده ايه، الوحدات اللي انا مستخدمها، الالوان عشان التضاد. لما باجي اشرح بقى جراف زي ده، الجراف ده مثلا من البيبر اللي وريتها لكم من شويه، هشرح تيبل 3 شوز ذات مش عارف الريجيمين ايه، العلاج ايه، كان له افكاسي اقل ليه؟ اصل اللي استجاب فيه كان 121 مريض من 198 مريض، وده مقارنة بريجيمين بي اللي استجاب فيه 179 من 197. لكن لما جينا الأعراض الجانبية، ريجيمين بي كان فيه أعراض جانبية أكتر من ريجيمين إيه، ونسبتها كانت كذا في المية. الكلام هنا واضح جدا، أنا بتكلم على أرقام. طب هل أنا جيت هنا في الريزلتس وقلت لك يبقى خد بالك بقى علاج إيه أحسن من بي؟ لا خالص، أنا لم أخلص إلى نتائج. أنا في الريزلتس، ودي بروزه الكلمة دي، في الريزلتس انا بعرض ارقام وبقول احصائيا الفروق والمقارنات بين الارقام دي كانت ماشيه ازاي، لكن ما ينفعش اخلص من هذه الارقام الى نتائج. خلاص؟ طيب يبقى تاني عندنا حاجه اسمها لوجيكال فلو للفيجر. اللوجيكال فلو بقى انتروديوس الفيجر، فيجر ثلاثه بيبريزنت مثلا ما اعرفش مش عارف الترندز بتاعت الريسبونس للبيشنتس بي وسي، وبعد كده اقول الترندز بقى مين كان اعلى من مين ومين اقل من مين، والخص ايه الكلمه برضو بدون نتائج. الحقيقه في كثيره جدا جدا من الفيجرز، فيها بسرعه كده من الحاجات المهمه. فيجر زي البيبر اللي فاتت دي، احنا كنا بنشوف علاج المرضى بتوع فيروس سي، فانا دخلت لما الاقي ارقام كتيره متسلسله ومتشعبه، مهم قوي احط الفلوت شارت ده. انا كان عندي 7042 مريض، دخل منهم الدراسه 5500، اللي ما كانش اليجيبل 1500، ال 5500 دول اللي دخلوا ما اعرفش في ناس كملهم وناس لوست الفولو اب، واللي كملوا في ناس استجابت وناس ما استجابتش. ليه بقى؟ لان خدوا بالكم الشكل اللي قدامي ده فيه 7 ارقام مختلفه، انا لما اجي اتكلم عنهم في التكست هتوه، الله هو مين اللي كان 5000 ومين اللي كمل ومين اللي خلص. فلما يبقى في فلوت شارت زي ده هيشرح ويلخص كل حاجه. مهم قوي البار تشارت، وخصوصا في المقارنات زي دي. بس لما اجي اتكلم عن البار تشارت هناك قواعد لابد من اتباعها، من ضمنها مثلا ان انت لازم تقول لي الديبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل ده ايه، يعني المحور الافقي ده بيمثل ايه والراس ده بيمثل ايه بالوحدات بتاعته. تحط لي الاستاتستيكال سيجنيفيكانس وتحط علامات كده وتقول لي تحت اصل البي فاليو هنا كذا وده معناها ان هو سيجنيفيكانس، يعني لازم تشرحه كويس. تحط له ليجند زي اللي فوق ده يشرح كل حاجه، تقول لي الجراف ده ايه. ده كلام مهم قوي قوي، يعني مش عايز اتوهكم قوي في باقي الانواع، بوكس بلوتس في النان باراميتريك داتا، ودي لازم يبقى فيها مينيمم وماكسيمم وميديان، يعني في انواع كتيره جدا جدا. ده السكاتر بلوت في الـ بيورينا الداتا ديستريبيوشن. لما اجي اعمل لاين جراف زي ده اسمه لاين جراف لانها لاينز، كل لاين من دول بيمثل حاجه. خد بالك لما يبقى عندك لاين جراف لازم يبقى واضح جدا. ليه؟ لان ده اكتر حاجه بتتلخبط. شايفين مثلا اللاين جراف ده، يا نهار ابيض، دي الحاجات اللي بيها
لور امبليتيود، الخطوط اللي تحت اللي ملزقه كلها في المحور ده الافقي ده كلها انا مش عارف افرقهم من بعض، وكلهم داخلين في بعض ومش قادر اتتبع خط واحد من الاول للاخر، ده يلخبط جدا. تخيلوا بقى لو الطباعه كمان كانت ابيض واسود جري سكيل، المأساة زادت. طب امال الحل ايه؟ الحل زي ده لازم الجرافس تبقى واضحه، كل واحد منهم بالوان واضحه اقدر اتتبعها، استخدم الوان واستخدم اشكال كمان، ده مربعات ودوائر ومثلثات علشان ما ايه ما تهش مع اللاين جراف. مهم قوي لو عندي اكس راي او عندي اشعه او حاجه في البحث ممكن اعرضها، وخصوصا في الكيس ريبورتس، بس خد بالك لازم تبقى بتاعتك، مفيش حاجه ابدا اسمها تاخد حاجه اونلاين وتعرضها. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه لازم الصور اللي تعرضها تبقى اوف هاي ريزوليوشن، صورتها كويسه. طيب تالت حاجه حط عليها اسهم يا سيدي، وحط علامات وحط كتابات ووضح الكلام. يعني الصور لازم يعني تبقى فيري كلير وشيك وانيقه، شايفين الصور دي عامله ازاي؟ فيجر سكيمز بيكتشرز بتنطق بتتكلم عن نفسها، وكل واحد فيها مكتوب بالظبط ده ايه. طب حد يعرف ده ايه؟ لا دي صوره سيئه جدا جدا. ليه؟ لانها ناقصه ليجند وناقصه شرح. خلاص شايفين الصوره دي بقى على العكس خالص، دي صوره رايقه جدا كاتبين عليها اها دي مش عارف ليفر ديورنج النورموثيرميك ماشين بيرفيوجن في عمليه الترانسبلانتيشن، وده الاي في سي، وده البورتال فين، وده السي بي دي، كل حاجه مكتوب عليها، صوره جميله. وما تنسوش تاني الكوبي رايت، الصور لازم تبقى بتاعتكم. طيب لو هاخد صور من عيان برضو بتاعتي لازم، او بتاعت مريض بتاعي لازم اخد منه كونسنت فور بابليكيشن. خلاص يعني ايه؟ يعني هاخد منه موافقه ان انا هنشر الكلام بتاعه، خلاص هنشر الداتا بتاعته، ولازم تبقى موافقه خطيه وموجوده معايا. ده كلام ما فيهوش هزار لان دي حقوق مرضى. الفيجرز لما اجي اتكلم عنها استخدم دايما في الفيجر كابشن الباسيف فويس، يعني الثيرد بيرسون او المبني للمجهول مش المبني للمعلوم. يعني اتعمل كذا، الصور مش عارف كذا متوضح فيها كده. الجزء الثاني بعد ريزلتس هو الميثودز، الطريقه. هو ده بالظبط الميثودز، ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. برامج الطبخ لما بيجي الراجل ده الشيف معرفش ايه ده وبيقول انا هقدم النهارده طريقه عمل المحشي اي حاجه، ايه الهدف من انه يعرض لك ده؟ والله في اهداف كتير، عشان حضرتك نفس الطبخه بتعرف تعملها. هو كذلك انا بوريك انا عملت البحث ازاي، عشان لما تيجي انت تعمل البحث تستخدم نفس المقادير بتاعتي. انترستنج فور مين ريدرز، في ناس كتير بتبقى غاويه تعرف انت اشتغلت ازاي. فاليديت بيبر فور ريدرز، ايه الدليل اصلا ان انا عملت الشغل ده؟ لا ده انا بعمله قدامك اهو، وبستخدم جهاز بي سي ار ما اعرفش ايه، واستخدمت جهاز سونار، وخدت المرضى من مستشفى انا الجامعي، انا كل حاجه كاتبها على عينك يا تاجر. خلاص؟ واللو اوديتنج، انقذني يا سيدي وتعالى قول لي لا والله ده انت عندك مشكله، اصل انت مطلع البي سي ار سلبي، اصل انت استخدمت جهاز قديم من البي سي ار، وانا كاتب لك كل حاجه. فدي اهميه الميثودز، انا عملت ايه بالظبط ازاي. تمام؟ وده يشمل بقى والله استخدمت سوفت وير هقوله، استخدمت تولز هقولها، اشتغلت على حيوانات هوصف الحيوانات، هقول انا عملت الاحصاء ازاي، استخدمت انهي برنامج عشان اعمل الاحصاء، كل الكلام ده لازم يعني يبقى مكتوب بدقه. خلاص؟ including الهيومن بارتيسيبنتس المشاركين، والمشاركين لازم يشمل الميثودز فيهم كل حاجه. انت اصلا حسبت السامبل سايز ازاي؟ اشمعنى خدت 100 عيان؟ ليه مش 200؟ وليه مش 50؟ هقول لك، اصل 50 تفرق و200 تفرق. لو البحث ده النتائج اللي انا اقدر احصل عليها ب 100 عيان
كنت اقدر احصل عليها ب 50 عيان، يبقى انت حرام عليك واهدرت فلوس واهدرت حقوق مرضى، لانك كان ممكن تحصل على نفس النتيجه بعدد اقل، ليه تاخد العدد الاكثر؟ طب ولو العكس، يعني انا استخدمت في او دخلت في الدراسه 100 مريض بس طلعت النتيجه احصائيا مش كفايه، ده انت عملت مصيبه اكبر. ليه؟ ده انت لو كنت خدت 120 بدل ال 100 كنت هتطلع لي نتيجه، بس ال 100 ده عدد قليل مش كافي ان هو يظهر الفروق الاحصائيه ما بين المجموعتين اللي انت بتقارنهم. فانت كده اهدرت حاجات كتير قوي، من ضمنها حقوق المريض المشارك، هو عينه الدم اللي انت بتاخدها ولا عينه الكبد ولا الدباب الساهل؟ لا طبعا. خلاص، فانا لازم احسب كل حاجه. البعد الاخلاقي، الايثيكال كونسيدريشن، هل انت التزمت بالبعد الاخلاقي؟ هل عرفت المريض ان ده بحث ولا ضحكت عليه وقلت له ان ده علاج وخد العلاج ده وهتبقى كويس؟ هل انت زي ما اتعمل في بعض الدراسات، مثلا كانت مشهوره جدا دراسه في امريكا جابوا مرضى مصابين ب السيفلس الزهري وسابوهم في مجتمع من السود، المجتمعات الفقيره، والكلام ده كان في الخمسينات، وسابوهم من غير علاج بينما كانوا يقدروا يدوهم علاج لا لشيء الا عشان يدرسوا مضاعفات الاصابه بالسيفلس، وكانوا بيدوا لهم في ده غير اخلاقي. مهم جدا اي بحث دلوقتي يتم اجراءه بنحصل قبل اجراء البحث وقبل الشروع في اجراء اي خطوه للبحث، نحصل على موافقه لجنه اخلاقيات البحث العلمي، خلاص، اللي هي الاي ار بي او الايثيكال كوميتي، ودي بتراجع البحث وتديك موافقه وبتديك رقم، والرقم ده مهم جدا لانك لما بتيجي تنشر البحث لازم تكتب رقم موافقة لجنة الأخلاقيات في البحث بتاعك، وبتكتب السيريال نمبر واسم اللجنة اللي منحتك الموافقة. وكذلك كل المشاركين في ضمارة موافقة اسمها Informed Consent Form أو موافقة مستنيرة، وسموها موافقة مستنيرة لأن اللي بيمضي عليها مش بيمضي عمياني، لازم بيبقى بيمضي وهو عارف تماماً كل حقوقه، وعارف انه ممكن ينسحب من البحث في اي وقت، وعارف ان البحث ده ما هو الا مجرد بحث، وان هو ممكن يكون بياخد بلاسيبو مش بياخد علاج، وان هو لو انسحب من البحث لن يضار. ما هتقولوش لو انت بقى ما خدتش البحث ده ما تجيليش تاني وما تدخلش المستشفى ومش هعالجك، ده مش من حقك. في البحث العلمي انسحاب المريض في اي وقت ده حق من حقوقه، حتى لو بعد اتمام البحث وقال لك لا انا الداتا بتاعتي دي ما تحطهاش في الاحصاء بتاعتك، ده حقه خلاص، ولا يمكن ابدا انه يضار بسبب اختياره. شايفين البحث ده مثلا، احنا لازم بنكتب جزء في الميثودولوجي سيكشن اسمه ethical considerations، بنكتب الديباجه دي ان كل البروسيجرز دي اتعملت في الاستادي ان اكوردنس ويز مش عارف الديكلاريشن اوف هلسنكي اللي هو اعلان هلسنكي لحقوق الانسان سنه 64 بتعديلاته، وان احنا خدنا موافقه لجنه اخلاقيات البحث العلمي وان المرضى كلهم مرضوا انفورمد كونسنت فورم. فيما يخص الحيوانات شغلانه كبيره، ده انا عايز اقول لك كل تفاصيل الحيوان هتتكتب، ده احنا اشتغلنا على سترين من الفران اسمه كذا، والفيميلز بس ما اشتغلناش على الميلز، وكانت عمرهم من 11 ل 13 اسبوع، وربيناهم لمده 90 يوم واكلناهم وحطيناهم في حته جيده التهويه. ما انت لو جبت الفار عذبته وجوعته ودخل عمليه ومات فيها، ممكن ما يبقاش بسبب العمليه، ممكن يبقى بسبب سوء التغذيه، فانا عايز اثبت كل حاجه. وجيت حقنت الفار بمعرفش ايه وعملت ايه، ولا تنسى برضو كذلك البعد الاخلاقي في استخدام الحيوانات. في الميثودز بستخدم الباست تنس والثيرد بيرسون. ازاي؟ السامبل ووز انكيوبيتد في 37 درجه لمده 3 ايام. انا السامبل انكيوبيتد، مش انا عملت انكيوبيشن للسامبل. يبقى انا استخدمت الباست تنس واستخدمت الباسيف فويس او الثيرد بيرسون. خلاص؟ تاني برضو احنا بنرتب الخطوات بتاعتنا زمنيا. لو عندي اي كيماويات استخدمتها بقول عليها، بقول كيماويات بتاعت شركه كذا والسيريال نمبر بتاعها كذا، لو ليها، لو في جهاز يبقى الفيرجن بتاع الجهاز،
كل الحاجات الاحصائيه. انا استخدمت اس بي اس اس في الاحصاء فيرجن ما اعرفش 22 فيرجن 24 لسنه كذا عشان ابقى عارف انا اشتغلت الاحصاء ازاي. كل الكلام ده مهم جدا 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 في الجزء بتاع الميثودولوجي اللي هو النوحه. طيب الحاجه اللي بعد كده التايتل، سريعا ازاي تختار عنوان للبحث بتاعك؟ العنوان هو الاساس يا جماعه، يا اما بتختار عنوان كويس لاي حاجه تجذب الناس، يا اما عنوان منفر ممكن يخلي الناس اصلا ما تقراش البحث بتاعك. العنوان ساعات بيبيع البحث، ما هو انت بتكتب بحث. يا سلام انا ساعات ابقى ريفيور مثلا يجي لي عنوان بحث جميل قوي شدني ويبقى مشوق جدا ليا، ساعات عنوان 50 دقيقة مثلا. ساعات العنوان يبقى منفر جدا. خلاص العنوان له شروط وله قواعد. الاول حاجه لازم دايما يبقى قصير، ما ينفعش عناوين طويله، وساعات جورنالز كتير هي بتلزمك بعدد كلمات محدد. العنوان لازم يحتوي على الكي ووردز او الكلمات الداله المهمه بتاعت البحث بتاعك. خلاص العنوان لازم يقول الحاجات المهمه في البحث. ممكن اطلع اوتكم يعني الدواء الفلاني احسن من الدواء العلاني في العنوان. اه ماشي تمام. ابعد بقى عن الكويتشنز في العنوان قدر الامكان، ما ينفعش اختصارات في العنوان، ما تستخدمش كلمه زي نيو او نوفل. ليه؟ نيو ميثود فور ديتكشن اوف ما اعرفش ايه، ما هو بعد سنه النيو النهارده ده ما عادش نيو بعد سنه، 50 دقيقة انت كده تبقى مثلا. انا حاسس في ساعه ناطقه شغاله معانا كده. طيب يعني ده التايتل بتاعنا. ونخلينا نستخدم في التايتل برضو الساينتفك نيمز ان فول، يعني ما تعتمدش على الاختصارات، يعني هيباتيتس سي فيروس اتش سي في، كل الناس عارفه اتش سي في بس ما ينفعش اكتبها في العنوان، لازم اكتب هيباتيتس سي فيروس. خلاص ساعات بنستخدم حاجات لطيفه كده مشوقه، يعني شايفين مثلا البحث ده احنا لسه ناشرينه السنه دي اللي تحت خالص، سيباتسويا كارسينوما اند هيباتيتس سي فيروس تريتمنتس ذا بولد اند ذا بيوتيفول، كلكم فاكرين طبعا المسلسل الشهير. يعني هو العنوان فعلا معبر عن العلاقه ما بين فيروس سي والهيباتسويا كارسينوما. شايفين ده هيباتيتس سي انتي فيرال ثيرابي ان بيشنت ويز سكسسفولي تريتد هيباتسويا كارسينوما دانسينج ويز وولفز، الرقص مع الذئاب. بس ما ينفعش تختار عنوان كده وما توضحش ده بقى، انا ليه سميتها الرقص مع الذئاب؟ اصل العلاج بتاع المجموعه دي من الناس لازم يبقى بحذر شديد، ولازم تبقى محاذر جدا وانت بترقص مع الذئاب، والا المريض بتاعك هيبقى هو اول واحد يدفع الثمن. ساعات عناوين زي دي الحقيقه يعني بتضيف كده ايه شويه بهارات على البحث نفسه. في حاجه اسمها تايتل بيج، التايتل بيج دي الصفحه الاداريه للبحث. يعني ايه؟ قبل البحث كده بتعملي تايتل بيج فيها كل حاجه، العنوان، المؤلفين، كل مؤلف الافليشنز بتاعته ايه، شغال فين، مين هو الكورسبوندنج اوثر، والكورسبوندنج اوثر هو الباحث المراسل اللي هو لما احب اتكلم شعب مصر اكلم مين، وانا البحث ده عليه 20 اوثر. طيب انا لما اجي كمجله عايز تعديلات، مش معقوله هبعت ايميلات لل 20 اسر ومين يرد ومين ما يردش، لا انتوا اختاروا واحد نيابه عنكم هو اللي يمثل كل المؤلفين في الاجابه عن كل حاجه، وابعت له الايميلات انا كمجله. ومش بس كده، كمان بعد النشر اسم الباحث المراسل هو ده اللي بيبقى موجود على البحث. لو في اي حد عنده استفسار خاص بالبحث بعد نشره بيبعت للكورسبوندنج اوثر. خلاص في ايه كمان التايتل بيج؟ ما قلنا دي صفحه اداريه، في ديسكلوجر، والله انا ما عنديش كونفليكت اوف انترست مع البحث ده، وانا مش بشتغل في شركه ادويه اللي بتروج للدواء وما باخدش فلوس من حد، ده اسمه ديسكلوجر او كونفليكت اوف انترست ديسكلوجر. عدد الكلمات في البحث كذا، البحث ده جايب لكم فيه 3 تيبلز و2 فيجرز، كل حاجه زي دي كده، دي اسمها تايتل بيج. اها دي اوريجينال ارتكل تايتل اوثرز، كل الكلام اللي قلنا عليه. تمام، في حاجه اسمها اوثر كونتريبيوشن. يعني ايه؟ ساعات بيطلب منك اوثر كونتريبيوشن، مين عمل ايه، والله فلان حط الفكره، فلان وفلان عملوا بلاننج للاستادي، فلان حضر العياده واتندد البيشنت، فلان كتب، فلان راجع، هو ده اسمه الاوثر كونتريبيوشن، وده الديسكلوجر نون ريليتد تو ذس
برزنتيشن في احوال كتيره جدا بيطلبوا مننا في السبمشن ان احنا نعمل حاجه زي دي كده اسمها ديسكلوجر فورم، تقول بقى انت خدت فلوس قد ايه، خدت ما اعرفش ايه، خدت هدايا من مين، ليك اسهم في شركات، علشان تنفي عن نفسك شبهه ان انت مستفيد باي طريقه من نشر هذا البحث. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس احنا يعني ممكن يبقى قدامنا ربع ساعه، هل ده كتير عليكم ولا نكمل؟ تفضل كمل. طيب تمام. الانترودكشن، الانترودكشن هي المقدمه، وزي ما قلنا كده في الاول دي الفرشه بتاعتنا. طيب علشان اقرب لكم الانترودكشن دي، يعني خلونا نضرب مثال فاني كده لطيف. انت مسافر في الفضاء وبعد كده قابلت الراجل الكائن الفضائي ده، فقال لك انت مين؟ انا محمد من المقطم. ايه ده؟ يعني ايه محمد ساكن في المقطم؟ مين ده اصلا؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص. علشان كده احنا لازم نتعرف. والله انت عارف في حاجه اسمها المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه دي فيها كوكب اسمه كوكب الارض، وكوكب الارض ده فيه قارات، في قاره اسمها افريقيا، وافريقيا دي في بلد اسمها مصر، ومصر دي انت لازم بتقرب له خالص 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 من الاول. هذه هي المقدمه بالظبط بمنتهى البساطه. يعني ايه؟ انا بحط الاستادي بتاعتي، انا بقرا بحث اهو ما اعرفش اتكلم عن ايه، لا ده انا هقول لك انا باخد الحته ده اهي واوصلك لغايه ما اقول لك الحته دي فيها سؤال بحثي معضله كل الناس يتساءلون يتهامسون ومش عارفين اجابتها، وانا جاي اجيبها لك ازاي. انا من كل فروع المعرفه انا بشتغل في الحته الفلانيه، والحته الفلانيه دي الابحاث فيها وصلتنا لحاجه كويسه، بس انا عندي نقطه خلافيه كده محتاج اعرفها. اديني مثال يا عم الكلام اللي بتقول. البحث ده انا كنت واحد من المشاركين فيه، ده اتنشر في اللانست، وده كان على المورتاليتي والبالمونري كومبليكيشنز بتاعت المرضى اللي دخلوا جراحه وهم عندهم قبل الجراحه كوفيد 19 سارس كوف 2 انفكشن. ودي كانت انترناشونال ستادي كبيره جدا، ويعني لمن لا يعلم اللانست دي يعني اقوى مجله طبيه، الاكت فاكتور بتاعها 200 وشويه. طيب احنا لما جينا نكتب الانترودكشن كتبناها ازاي؟ اول حاجه خدوا بالكم انا جاي اكلمكم عن ايه؟ عن المجموعه الشمسيه. انت فين؟ فين في العلم؟ هتكلمني عن الفيزياء ولا الاحياء ولا انت فين بالظبط؟ انا بكلمك الاول على السارس كوف 2 او الكوفيد 19. كوفيد 19 ده وباء كبير ومشكله كبيره، وانا بتكلم كلام جنرال جدا. وبعدين بدات ادقق قوي وضيق السكوب بتاعي. انا بقى من ضمن الكوفيد 19 مش هكلمك على الابيديميولوجي ولا الفحوصات ولا الاكس راي ولا العلاج، لا انا واخدك كده في حته معينه. البيشنت اللي عندهم جراحه عموما عندهم دول فالنربل جروب وات ريسك اوف سارس كوف 2 وممكن يتعرضوا للعدوى في المستشفى. تمام، يبقى انا كده عرفت ان انت هتكلمني على السارس كوف 2، وتحديدا انهي حته في السارس كوف 2؟ الناس اللي هيعملوا جراحه. طيب وبعدين ايه كمان؟ بدات بقى اخلق لك مشكله. يعني ايه اخلق لك مشكله؟ في حته كده الدنيا كلها حيره فيها، اللي هي ايه؟ الايفيدنس اوف سيفتي of performing surgery in SARS-CoV-2 exposed hospital is urgently needed. ده العالم كله في وباء ومش عارفين، طب لما يجي لي عيان عنده SARS-CoV-2 وعنده زايده اعملها له ولا ما اعملهالوش؟ مين هيجاوب على السؤال ده؟ اصل في مشكله ان الامباكت اوف SARS-CoV-2 على البوست اوبرتيف كومبليكيشنز نيدز تو بي استابليشد، محدش يعرفه. And this study reports the clinical outcomes of patients who had surgery with very operative. انا بقى جاي اجيب النهارده عن هذا التساؤل الهام، وهقول لك بستادي كبيره ايه الريسك اللي ممكن يحصل للمرضى دول لو عملنا لهم جراحه وهم مصابين بسارس كوف 2. دي الانترودكشن. بدات من الكبير قوي، قعدت اضيق اضيق اضيق، وبعد كده خلقت مشكله وقلت لك انا بقى جاي احلها لك حضرتك. تمام؟ واضح كده؟ الانترودكشن عاده بتبقى من 300 ل 500 كلمه، بتبقى كونسايز قدر الامكان. لازم تشرح الامبورتنس والاوريجيناليتي بتاعت الاستادي. انا ما حدش عمل كده، ده دي مشكله وما حدش جاوبها، انا الوحيد اهو اللي جاي اقول عليه. تمام. طيب في النهايه خالص اخر باراجراف طبعا هو اللي بيقول الاوبجيكتيف، انا جاي ليه.
او جاي اعمل. اخر جزء بقى هنتكلم عنه قبل حاجات بسيطه كده، الريفرنسز هقول لكم سريعا عليها، لكن اخر جزء بقى هنتكلم عنه باستفاضه هو الديسكشن، المناقشه. المناقشه دي بقى عكس الانترودكشن، فاكرين ده؟ دي الانترودكشن، مش احنا قلنا الانترودكشن بتبدا من الكبير الواسع وتقعد تضيق 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 لغايه ما تقول له انا محمد من المقطم. احنا بقى هنا هنشقلب دي خالص، ابسايد داون. يعني ايه ابسايد داون؟ هبدا من حيث انتهيت في الانترودكشن، هبدا من حيث النتائج بتاعتي. مش انا قلت لك انا كنت بشتغل على البلمونري كومبليكيشنز، هبدا بالكلام عنها. في الاستادي بتاعتنا دي انا طلعت بالمونري كومبليكيشنز قد كده، ها وبعدين خد بالك ان انا دي كيف الكي فايندنجز بتاعتي. طب ها وبعدين عايز تقول ايه بقى الاساسي في الدسكشن هنا؟ انا هستفيد ايه انت بعد الشغل اللي انت عملته الجميل يا عم؟ انا محترمك جدا، طب انا بقى هستفيد ايه؟ هقول لك هتستفيد ايه. ده خد بالك العيانين لما حصلت لهم كومبليكيشنز، حصلت لهم خلال 3 4 ايام، فحاول تاجل الجراحه. الناس اللي خدوا تخدير معين حصلت لهم مشاكل اكتر، فاشتغل بتخدير كذا. انا بديك نصائح علشان البراكتس، علشان الممارسه. هو ده اللي انا خرجت بيه من الاستادي بتاعتي، وهو ده الكلام في الديسكشن. انا هستفيد ايه؟ تمام. الديسكشن دي هي الهارت، هي قلب البيبر، ودي اللي بتحتاج اخذ ورد وكلام ومناقشات، ودي اللي بتحتاج افكار. ونقول لنا طب قولوا لنا كده افكار نحطها في المناقشه يا جماعه، خلاص. ودي مكان التعليق والفحص والمقارنات، هو ده بقى الشغل العقلي كله الإبداعي كله بتاع الـ الـ بتاع الديسكشن نفسها يعني، او بتاع البيبر نفسها اللي بيبقى في الديسكشن. طيب مهم قوي ان احنا ما ننساش الكي اليمنتس الثلاثه اللي قلنا عليهم في الاول. انا بقعد الف وادور واطلع وانزل واجيبهم، والديسكشن بقى مكان اظهار هذا الكلام. انا تبنيت وجهه نظر من البدايه، ولازم افضل متبني هذه الوجهه ومدافع عنها لغايه النهايه في الديسكشن، تمام. ولازم ادعم بقى ارائي بالحاجات التانيه. طب الناس قالت ايه؟ وانا عملت ده، وفلان عمل زيي، بس فلان طلع نتائج مختلفة، أصل هو اشتغل على الصينيين وأنا اشتغلت على المصريين، وما أعرفش في فروقات إيه ما بين الاتنين، أصل هو اشتغل على كذا وأنا عملت كذا، فعشان كده بقى في فرق، لكن فلان عمل زيي وطلع نتائج زيي، وده يؤكد الكلام، وده نخلص منه. هو ده الإيه؟ الكلام كله. ممكن نستخدم حاجات من زي الكلاستر ماب او الايشو تري او ارقام او حاجات كده، عشان تسلسل الافكار هنا مهم جدا 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 جدا. خلاص. طيب خلينا اديكم مثال من بيبر برضو بتاعتنا. البيبر دي كانت بتتكلم على تأثير علاج فيروس سي بالمضادات الفيروسية المباشرة على الاكسترا هيباتيك كوتينيوس مانيفستيشنز. فيروس سي بيعمل حاجات في الجلد، يعمل شويه سكين ليجنز كده كتير قوي، حاجات كتير. طب انا لما اعالج الفيروس نفسه الحاجات دي هتروح ولا لا؟ ده كان محور البحث بتاعنا. فانا ببدا هنا زي ما قلت لكم، ببدا من الصغير بنتائجي. كل العيانين اللي كان عندهم سورايسز صدفيه في الاستادي بتاعتنا بسبب فيروس سي، كل السورايسز دي اختفت لما خدوا علاج الفيروس خالص. يا سلام. طب وبعدين نفس النتائج دي، الكلام اللي بلازرق بقى، عملها واحد اسمه انوموتو ياباني، ومش عارف حسب ايه سكور كده، وتلاقى السكور اختفى وتحسن، يبقى هو زي نتائجي بالظبط. طب وبعدين شوفوا بقى، يبقى النتائج بتاعتي هي النتائج بتاعت انوموتو، وده معناه ان في فعلا اسوشيشن ما بين فيروس سي وما بين الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. طب وعايز تقول ايه كمان؟ ده انا عايز بقى بناء على كلامي اقدم توصيات ان اي حد عنده فيروس سي واكسترا هيباتيك درماتولوجيكال مانيفستيشن يتعالج لانها بتتحسن، وان العلاج هنا علاج للاثنين. هو ده الديسكشن انا طلعت بيه. هديكم مثال عشان يورينا، يعني يمكن دي اخر حاجه هنتكلم عنها، يورينا الفرق ما بين الريزلتس والديسكشن. حد يعرف مين ده؟ اللي يعرف مين ده يكتب في الشات.
محدش عارف خالص. مش عارفين يا جماعة، يبقى صعب بصراحة. دكتور نزار معاك يا دكتور محمد. مين؟ دكتور نزار أبو حلاوة مع حضرتك يا دكتور محمد. اهلا اهلا، ازيك يا بيه؟ ازاي؟ ما صح. تعرفوش سعد الشاذلي؟ يبقى حرام عليكم بصراحة يعني. لا لا، في ناس كتير كتبت اهي الحقيقة. طب الحمد لله، الحمد لله، فما تفضحوناش. طيب، الفريق سعد الشاذلي ده كان قائد القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر. بعد العبور بتاع 6 أكتوبر، مش 7 أكتوبر، 6 أكتوبر، طلع قال إيه؟ ده بيان الحرب اللي قاله الفريق الشاذلي. يوم السبت 6 أكتوبر عبرت قواتنا قناة السويس، تدمير خط بارليف في 18 ساعة، الخسائر 5 طيارات، 20 دبابة، 280 شهيد، إسرائيل خسرت 30 طيارة، 300 دبابة. مش عارف أنتوا شايفين ده إيه؟ ده ريزلتس بالظبط. الراجل ما قالش احنا عملنا حاجه عظيمه ولا لا اي حاجه خالص، ده بيتكلم على ارقام، وهو ده الريزلتس. الريزلتس ارقام فقط. بينما طبعا ده السادات، مش هسالكم ده مين ولا يبقى عيب يعني. السادات خرج بعد كده قال بيان بتاع رئيس الجمهوريه. البيان ده مثال عظيم جدا على كيفيه كتابه الديسكشن. ليه بقى؟ لانه بيتكلم بمقدمه، بدأ من الحرب، شايفين؟ بدأ من الصغير، من نتائجه. ستظل حرب أكتوبر معركة العزة والكرامة والبناء، وأثبتت أن مصر صخرة صلبة وجيشها العظيم الدرع الواقي والحارس. بيتكلم على إيه؟ على هو هنا مش بيتكلم على تفاصيل ولا أرقام، بس بيتكلم على الحرب نفسها. وبعدين بدأ يقول تأثير هذه الحرب على البلد. الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر، ومش عارف، ومش كده وبس. وبدأ يتكلم على البراكتس، الفيلد، التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوط تأثير الحرب دي على البراكتس. وبعدين اتكلم على التاريخ العسكري وتأثير ده على التاريخ العسكري وإزاي ده حصل، ومش كده وبس. وفي الآخر خالص حط ريكومنديشنز بيزد على الداتا بتاعته، حط ريكومنديشنز ان انا على استعداد لقبول وقف اطلاق النار على اساس انسحاب. ده ديسكشن. الحقيقه البيانين دول مثال عظيم جدا 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 على الفرق بين الريزلتس اكتبها ازاي والديسكشن اكتبها ازاي والافكار اللي بتيجي في كل واحده فيهم. طيب اخر حاجه بقى الابستراكتس. الابستراكت ده ملخص البحث. الابستراكت بيبقى عادة من 200 ل 250 كلمة في معظم الجورنالز. ساعات الجورنالز بتطلب ان الابستراكت يبقى اقل من كده، 150 كلمة، في بعض الاحوال بيوصل ل 300 كلمة في بعض المجلات. الابستراكت اهميته ان ساعات بس هو اللي بيتقرا، في احوال كتير جدا جدا ما حدش بيقرا من البحث غير الابستراكت، فبالتالي انت لازم تحط فيه الدايجست، الخلاصة، كل الكلام تعصره كده وتصفيه وتديني كده ايه التكسفين بتاعه. هو ده الابستراكت بالظبط. عادة الابستراكت بيبقى structured، يعني متقسم لأجزاء، 4 أجزاء: باك جراوند، ومعاه الايم او الاوبجيكتيف، ميثود، سطرين انت عملت ايه، ريزلتس بتاعتك، اهم النتائج طبعا مش كل حاجه، واخيرا الكونكلوجن او الملخص بتاعك. هوريكم مثال سريع. البيبر دي برضو كنا نشرناها على استخدام دواء اسمه داكلاتاسافير مع سوكوسبوفير في علاج فيروس سي على 18,000 مريض. الباك جراوند 2 سطرين: في علاج لفيروس سي واحنا عندنا ناشونال بروجرام في مصر، لكن ما نعرفش النتائج بتاعه العلاج ده في جينوتايب 4 اللي موجود عندنا. ده الباك جراوند. وبعدين لازم وزن الباك جراوند، لازم فاكرين الحته بتاعه الليميتيشنز في الانترودكشن لازم احشرها هنا. ما حدش يعرف النتائج كلها على جينوتايب 1 و3، ما حدش يعرف جينوتايب 4 بتاعتنا فيها ايه. وبعدين ميثودز، انا عملت ايه؟ انا جمعت الداتا بتاعت المرضى اللي خدوا العلاج لمده 12 اسبوع وشفت الاستجابه، تمام. وبعدين الريزلتس، العدد كان 18,000 مريض ونسبه الاستجابه كانت كذا ومش عارف والسايد افكتس كذا. وبعدين الكونكلوجن 2 سطرين: ده ريال وورلد اكسبيرينس وبتقول ان العلاج نتائجه كويسه ومفيش اعراض جانبيه. كلهم على بعض 200 250 كلمه اللي قلنا عليها، لمينا بيهم الايه؟ البحث. يعني انا بس كلمه سريعه كده، الريفرنسز طبعا محدش في كتابه البيبر يشتغل ريفرنسز بايده خالص. عندنا برامج كتيره، دي اخر كلمه هقولها لكم، لكتابه الريفرنسز.
يمكن اشهرها اند نوت ومندلي. اند نوت بفلوس، بيد باكاونت، مندلي مجاني، زوتيرو برضه لطيف ومجاني. الريفرنس مانجنج سيستم ده يسمح ليك ان انت تبقى ما عندكش اخطاء في الريفرنسز، ان انت لو عايز تغير الجورنال ستايل عشان تعمل سبمشن لجورنال تاني ده يبقى سهل عليك بدون اي مشاكل. اشكركم جدا، وارجو ان انا يعني ما اكونش اطلت عليكم، ومش عارف بقى دكتوره ابتهال ودكتوره سلوان لو الوقت يسمح ناخد اسئله ولا لا حضراتكم قادره يعني. اتفضل. اه يا دكتور، شكرا. اتفضل. الشباب سامعيننا؟ لو في حد حابب يكتب لنا حاجة في الشات او يفتح المايك. دكتور عندي سؤال. اتفضلي يا دكتوره. اتفضل يا دكتور. هو ليه انا ما باخدش صور الا صور يعني انا عاملها بنفسي؟ انا مش علشان هضر حد الكوبي رايت. يعني. لا، علشان الكوبي رايت. هو انت تقدري تاخدي اي صوره من الانترنت وتحطيها على اي حاجه؟ لا طبعا، مش في حاجه اسمها كوبي رايت. انا لسه مثلا كنا ناشرين بحث كده على برضو الكوفيد 19 وعلى البيت سكان بتاعته، ولسه جاي لي ايميل النهارده الصبح من زملاء عايزين ياخدوا مني كونسنت عشان يستخدموا الصور بتاعتي في كتاب هيعملوه على السارس كوف 2 والايمجنج بتاعته. الفكره ان في بعض الاحوال الكوبي رايتس ما بتبقاش ملك الكاتب، بتبقى في احوال كتير ملك الببلشر. فانا ساعه النشر بتنازل عن حقوق الملكيه بتاعتي للناشر. يعني عارفه الموضوع معقد جدا، بس القصه كلها تتعلق بالكوبي رايت. ما تحطيش اي صور مش بتاعتك خالص. انت كمان بتمضي في مجلات كتير قوي، وانت بتعملي سبمشن بتمضي على كونسنت او على حاجه تقول في وسط السبمشن سيستم كده ان كل الفيجرز والايمجز بتاعتك دي كلها اوريجينال، وان انت مش واخده حاجه من حد. تمام يا دكتور، شكرا. طب معلش عندي سؤالين تاني. هو اتفضلي. لو مش هيضر المريض ان انا مثلا هاخد العينة او كده في الريسيرش بتاعتي، برضو لازم اقول له؟ طبعا ده انا هقول طب لك انا حاجه خايف احلى من عليه ده. كده كمان بقى. انت اصلا مش من حقك تاخدي اي داتا حتى لو كوتشنير مش عينه. يعني انا لو هعمل له اسئله كده، مضي لي اعمل لي سيرفي اونلاين، ابعته له على جوجل مثلا فورم ولا حاجه، لازم اخد موافقه لجنه الاخلاقيات، ولازم اول صفحه في السيرفي تبقى انفورمد كونسنت فورم احصل فيها على موافقته ان هو يشارك في السيرفي ده. تخيلي الداتا البسيطه مش بس العينه. تمام يا دكتور. طب آخر سؤال، أنا ما استوعبتش برضه نقطة الديسكلوجر دي. الديسكلوجر، طيب الفكره ايه في الديسكلوجر؟ انا ناشر بحث مثلا على فائده دواء معين في علاج مرض معين. طب ما انا ممكن ابقى بشتغل في الشركه بتاعت الدواء دي، صح؟ ممكن يبقى لي اسهم في هذه الشركه، وبالتالي انا مستفيد من الكلام اللي انا بنشره ده كباحث. ممكن ابقى انا كدكتور الشركه دي عزمتني على مؤتمر، الشركه دي قدمت لي هديه. طب ايه بقى اللي يثبت ان انا فعلا متجرد من كل هذه يعني التداخلات؟ ان انا اعمل كونفليكت. والكونفليكت على فكره بنقول فيه والله انا مثلا كنت سبيكر للشركه الفلانيه واخدت منحه بحثيه من الشركه الفلانيه، ده ليس فيه ما يسيء، بس لازم اذكره عشان كل حاجه تبقى يعني ترانسبيرنت. فالكونفليكت ده بس عشان يبين للقارئ او يزيل اي شبهه لاستفاده الباحث من نشر هذا البحث بعيدا عن العلم طبعا. تمام يا دكتور، شكرا. العفو. معلش يا دكتور، هو أنا كان عندي سؤالين. تفضلي. إيه أول حاجة، أنا قريت قبل كده إن هو مش advisable إني أنا أبدأ ال introduction بتاعتي ب definition عن الحالة مثلا أو ال disease اللي هتكلم عنه أو textbook knowledge. هو أنا عارفة إن ده ممكن أوقات ما يبقاش eye catching مثلا لل reader، بس انا مش عندي اي فكرة تاني مثلا ابدأ بيها البيبر، ثم اني ما شفتش حد بدأ بحاجة غير كده قبل كده. لا مش فاهم السؤال، يعني ايه بادئ بحاجة غير ايه؟
يعني اول جمله في الانترودكشن عندي مثلا هكلم مثلا عن الاميوتروفيك لاترال سكلروز، فهقول ان هو يعني في العادي بيبداوا بيقولوا إيه ان هو نيورو ديجنراتيف ديس اوردر بيحصل فيه كذا كذا تمام وبروجريسيف وكده. مظبوط هو الكتاب كان بيقول اني انا مش ادفايزبل اني انا ابدا الانترودكشن بتاعتي بحاجه زي كده اللي هي تكست بوك نوليدج مثلا او ديفينيشن عن الكيس او الديزيز يعني إيه، ولا كده فانا مش فاهمه هبدا بايه تاني لا ولا حاجه ابدأي بيها طبعا ابدأي بيها طبعا يعني، ما فيش حاجة تاني. هنبدا بيه خالص. وعلشان كده دايما الجمل البدايات بتتشابه جدا جدا جدا، ودايما للأسف بقول لهم لما اجي اعمل بلاجيارزم اول جمله خالص في الانترودكشن لازم يبقى فيها بلاجيارزم حتى لو انا اللي كاتبها. ليه؟ كل الابحاث اللي على فيروس سي مثلا بتبدا بنفس الجمله، فيروس هيباتايتس بي فيروس، أيوه بيعمل بروجريشن تو سيروزس وهيباتسو كارسينوما، ما كل الناس هتكتب نفس الجمله، كلنا هنحاول نغير بس في الاخر هتلاقي نفس الجمله مكتوبه. فلا طبعا لا 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 خلاص تمام، شكرا جدا. طيب حضرتك كنت قلت ان احنا في سيكشن الريزلتس بنعرض المين كي بوينتس بس، صح؟ لا كي فايندينجز، انا اسف، بنبدا بالكي فايندنجز دي الاهم. ايوه المين بس. حضرتك قلت ان احنا مش بنعرض كل حاجة جبناها، يعني بنعرض الحاجات الأساسية. غالبا طيب الحاجات دي انا كنت عايزة اعرف، مش احنا بنحددها بعد ما نطلع الداتا ونعمل الاناليسز؟ طيب ايوه انا طبعا. دلوقتي عندي مثلا احنا لو في اصلا كلينيكال ترايل، يا دكتوره احنا اصلا مش بنبدا الكتابه الا بعد ما ناخد ايوه في الاخر، ايوه انا تمام فاهمة، بس انا بسأل دلوقتي، انا حضرتك قلت ان انا هحط كي فايندينجز معينة، انا دلوقتي لو هعمل سيستميك ريفيو او كلينيكال ترايل انا ببقى حاطة البروتوكول بتاعي وحاطة انا ايه اللي هذكره وايه الكي فايندينجز اللي انا هقولها في البيبر بتاعتي من قبل اصلا ما اشتغل على البيبر، فهو مش كده سيستماتيك هتبقى ريفيو مثلا؟ حاجه مختلفه خالص يا دكتوره. طيب السيستماتيك كلينيكال ترايل مثلا، ايوه تمام طبعا. ما هو ده لوجيك ايوه جدا. انا فاهمه. طيب بصي المقصود ايه مثلا؟ المقصود في نتائج انا مش هتكلم عنها، لكن في جدول مثلا هيعرض لي البيز لاين كاركترستكس بتاعت المرضى كلها. descriptive، ايوه هقول اه والله دي الديسكريبتيف داتا بتاعت المرضى، لكن انا مش هتكلم عنها. لقيت ان الستات اكتر من الرجاله شويه، ما خلاص ده كلام ملوش قيمه، مش هيفرق معايا في البحث بتاعي، ده مش الكي فايندنج بتاعي. فاهمه؟ بس هو اه موجود. تمام فهمت، خلاص تمام، شكرا جدا لحضرتك. اي اسئله اخرى؟ هو السؤال سمعك يا دكتور؟ اه سمعك اتفضل. هو سؤال لعله ممكن يكون بره الموضوع شوية، ولكن هو إزاي الواحد ممكن يعرف هل هو على مستوى المجموعة البحثية دي، ولا ممكن يكون هو عائق معاهم يعني، أو ما يوصل إن هو محتاج مستوى مجموعة بحثية أعلى؟ ده سؤال معقد جدا يا راجل. بص يعني الأسئلة من هذا النوع في رأيي أنا دي يعني تندرج تحت لستة الأسئلة الوجودية اللي ساعات بتودي في داهية. يعني إيه؟ ساعات أنا بيبقى عندي إحساس إن المجموعة اللي موجودة دي مستواها أعلى مني جدا، أنا مش هينفع أبقى موجود مع الناس دي. طب ما هو ده هيفقدني فرصة إن أنا أبقى عايز أتعلم، فاهم؟ يعني ويفقدني فرصه ان انا ابقى موجود اتشعبط معاهم يا سيدي، واسمع حاجه من هنا واعمل حاجه من هنا. وكلنا بدانا بحاجات صغيره قوي. يعني انا اذكر مثلا اول بحث انا اشتغلت فيه كان كلينيكال ترايل كبيره جدا جدا، كانت من 22 سنه، سنه 2001، ودي كانت فاندد بالان اي اتش ناشونال انستيتيوت اوف هيلث، نوع من الفاندز جرانت كبيره جدا اسمها ار او 1، وده كان الجرانت مليون دولار في الوقت ده، يعني كان حاجه فظيعه جدا. فكنت انا شغال كوردينيتور في الاستادي، وكانت الاستادي بتتعمل في 4 مستشفيات حميات في مصر، منهم طنطا والنوفيه. فكان انا دوري ايه؟ بروح كده اجيب الانابيب قبل النت، يعني قبل الانترنت وقبل الثوره التكنولوجيه دي، بجيب الانابيب بتاعت العينات واروح اسلمها للسايتس، وادي المرتبات للناس اللي شغالين والاوراق بتاعت الاستمارات بتاعت البحث. بص واحده بواحده الواحد بدا يتعلم. وبعدين في نفس الاستادي اللي كملت سنتين دي بعد شويه انا مسكت بوزيشن اعلى شويه، وبعد كده في الاخر خالص قبل ما الدراسه تخلص
كانت في ناس سافرت وناس راحت، بقيت ماسك انا الكوردينيتور بتاع الاستادي. فانا قصدي ايه، انت في اي فريق بحثي طبيعي انك بتبدا صغير خالص، تبدا خبرتك تزيد وتكبر، وبعد كده بعد شويه بتبقى بي اي، وانت بي اي بقى طبيعي جدا ان فريقك البحثي هيبقى فيه ناس اقل منك، لان انت هتبقى حريص في يوم من الايام على انك تضم ناس خبرتهم قليله علشان تعلمهم. وبعدين احنا مش كلنا في الفريق لازم نبقى على نفس المستوى، في ناس بتسوق. يعني ايه بتسوق؟ في ناس عندها افكار، في ناس عندها وقت تقدر تنفذ الافكار، في ناس جايه ما عندهاش خبره بس عندها مجهود عايزه تديه عشانها عايزه تتعلم. امال يعني ايه فريق؟ هو ده الفريق، كل واحد فينا بيشارك بجهده وقدراته وبما يعني يستطيع علشان في الاخر احنا كمجموعه ننجح. فما فيش حاجه قوي اسمها ايه يعني انا اقل او اعلى من الفريق ده. هو يا دكتور كمان في حاجة إن حضرتك فكرة البحث نفسه حتى لو مش هتكون في تيم، يعني لو أنا لوحدي بس، هو الهدف قد يكون مش البحث بس على قد ما إن إحنا كمان الصغيرين في الأول إن أنا أتعلم أصلا إزاي أعمل البحث ده، وأتعلم وأشوف مع كل خطوة هعرف الإيديتنج، هعرف ده هيقول لي لا ده الأفضل تعملي كذا. فهو الفكرة هي زي ما حضرتك قلت، هي جيرني وإحنا كلنا بنتعلم فيها يعني. أنا معاكي جدا، معاكي جدا. وعلشان كده برضو يعني خليني يعني أزيدك من الشعر بيتا، إن معظم الفاندنج ايجنسيز الكبار بيديك، يعني أنا لما أقدم بروجكت عشان أخد فند لتمويل مشروع، ساعات في معظم الفاندنج ايجنسيز بيبقى في درجة على إن الفريق البحثي فيه ناس صغيرة وما عندهمش خبرات خالص، فهو بيديني درجات بوزيتيف علشان أنا واخد معايا حد صغير عشان يتعلم. وده حتى موجود ايفن في الفند بتاع الاس بي اف والاي اس ار تي في مصر. وعلشان كده انا لازم ادخل معايا نواب صغيرين علشان اولا هم يتعلموا، وده الاهم الحقيقه، وثانيا انا باخد على ده سكور في التقييم بتاع البروجكت بتاعي. اما هو الدنيا لو ما كملتش كده هتقف عندنا، او وكانت وقفت عند اللي اكبر مننا. هو لازم الحياه كده تستمر، احنا بنعلم بعض، والصغير النهارده بعد شويه بيبقى ميد سينيور، وبعد كده بيبقى سينيور وبيبقى يليد فريق بحثي لوحده. هي دي بالظبط الحياه يعني، واستمرارها يا تونس الوان. صح، بالظبط يا دكتور. وبعدين يعني شكرا جدا لحضرتك على المحاضرة دي يعني، ويعني أنا فخورة بجد إن الكورس ده متقدم للطلاب والطلاب هم اللي مشاركين فيه. يمكن إحنا لا ما يعني الأمور طبعا في بروجريشن كتير في الكلية عندنا، وشكرا ليهم والدكتور نزار وقسم التعليم الطبي. فيعني مبسوطة بجد، على قد ما احنا ما خدناش الفرص دي بس هي كده، هي كلها ماشية، كلنا بندي للأقل من اللي تحتنا. وشكرا لحضرتك يعني. واحنا يعني عارفه بالظبط كده، احنا عايزين ولادنا يبقوا احسن مننا، ده حقيقي والله. بالظبط. على يعني فكرة دكتور محمد، نتمنى ان يتاح ليهم اللي لم يتاح لينا. بالظبط، على فكرة دكتور محمد حضرتك، احنا في الكورس دوت كنا عملنا حاجة يعني برضو حاجة كويسة من خبرتنا في الكورس اللي فات. يعني أولا احنا الطلبة دول مقسمين مجموعات بحثية، وكل مجموعة هيبقى معاها ستاف هيعمل بحث وهم هيشتغلوا فيه. ده على دور على طول الكورس. هايل هايل. ده انت رقم عارف واحد. ان احنا عاملينها عندنا برضو في اللائحه بتاعتنا، من مستلزمات التخرج في اللائحه الجديده بتاعتنا حاجه اسمها المشروع البحثي. ده انا مشرف عليه، عامل نفس اللي حضرتك بتقول عليه ده، مقسم الطلبه ل 20 واحد، وكل ولازم ينشروا او يقدموا ريفيو ارتكل، وبنعمل لها بلاجياريزم، ولازم يعني يباس علشان ياخدوا الإجازة بتاعة التخرج. في حضرتك برضو فكرة تانية عاملها يا دكتور محمد، برضو حضرتك يعني ممكن برضو تفيدنا فيها. يعني احنا للأسف بنلاقي رسائل الماجستير بتوع النواب، يعني رسائل صعبة جدا، لأن طبعا النائب مطحون طبعا حضرتك 24 ساعة. ففكرنا إن كل واحد من دول بعد ما يتخرج من الكورس هنضيفه على بيبر من اللي النواب بيعملوها، هو يساعد النائب، يساعده في الكتابة، يساعده في تجميع الريزلت، يساعد طبعا متوقع إن شاء الله تبقى البيبر أحسن، وفي نفس الوقت هو استفاد ويتحط اسمه على البيبر اللي بتنشر عندنا في مجله الكليه. ده ودي فكرة خدنا بقى حلوة جدا، موافقه، ده خدنا فكرة بقى كويسة. موافقه حضرتك لجنه الدراسات ولجنه شؤون تعليم ومجلس كليه ومجلس جامعه، خدنا موافقه دي عليها. فكرة حلوة، تصور اه منها والله فكرة حلوة جدا جدا يعني. دي فكرتي يا دكتور محمد.
ما شاء الله. لا والله انا لا احييك على فكرة حاجه كويسة جدا. الجدار والله كده. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. رب ان شاء الله باذن الله. على فكرة يا جماعة، دكتور محمد اعلى سايتيشن لميديكال في مصر، انت مش عارف يمكن كده اعلى سايتيشن دي اعلى سايتيشن، دي حاجة يعني ربنا يبارك له يعني. بعدين دكتور محمد كمان مست ان هو بيشرح بحب، يعني حضرتك بتحس بالعاطفة بتاعته في الشرح. على فكرة اللي بيشرح بحب ده وبرغبة بيبان ما بين نبرات صوته يعني. ربنا انا يكرمك، متشرف جدا بدكتور محمد بصراحة يعني. الله يخليك يا رب. تسلم يا دكتور نزار، انا والله اللي ببقى سعيد بوجودي مع حضراتكم كل مره بجد يعني. توفيق يا رب. وبعدين يا باشا الطلاب بنشوف